حجازي. هذا الوضع الجيد الرائع جدا وهذا البوزيشن الكبير جدا، كيف وصلت اليه؟ من اين بدات ووصلت لهذه المرحله ازاي؟ طيب، هو طبعا يعني قبل اي حاجه هو فضل من ربنا، يعني القدر هو اللي وصلني للمنصب اللي بتشرف ان انا موجود فيه. ذاكرت، اشتغلت، حاولت، ساعدت، تعبت. الناس كلها كانت بتقول لي انت ليه، انت سنك كبير على ان انت تدخل في مجال جديد عليك. عملت حاجات يمكن بيعملها كان قاعد جنبي ناس اصغر مني ب10 او ب15 سنه، وكنت بتعامل معاهم واحد منهم. درست دبلومه في لاليجا في رابطه الدوري للمحترفين الاسباني، وبعدها دخلت شويه اعمال تطوعيه في مصر طبعا، وبعد كده درست دبلومه في الفيفا. بدات ان انا اطبق اللي انا درسته في الاماكن اللي كنت. مجال عملك الاصلي ايه؟ زمان جدا كنت شغال من فتره، يعني قبل ما ادخل في الكارير كنت شغال في السوفت وير، كنت شغال في السيلز والماركتنج في السوفت وير. وانك تقريبا بتعمل شيفت كارير. بتتنقل في مرحله من حياتي كنت بعمل شيفت كارير. في بعض الاحيان الناس بتشوفها مخاطره كبيره. والله هو ما فيش يعني في اثنين مثلا في حياتي كلها اللي ما شافوهاش ان هي مخاطره، الباقي الناس كل انا نفسي كنت شايفها مخاطره. بس يعني انت عارف بيبقى عندك دايما باشن، حلم طول حياتك بتحاول ان انت تشتغل عليه وتحققه. عندي ايمان ان انا اقدر اعمل حاجه في الحاجه اللي انا بحبها. يعني اي حد في الدنيا امله دايما انه يشتغل الحاجه اللي هو بيحبها، يقدر ان هو يطلع فيها كل اللي ربنا مديهوله في ان هو يظهر امكانياته في المجال اللي هو بيحبه. فطبعا زي اي حد اتجهت لفكره الاداره الرياضيه. ماشي. كيف جاءت خطوه نادي الفتح السعودي؟ زي ما قلت لك هي خطوه قدر بحت، انا ما كنتش مخطط له خالص. وكان في حكايه يمكن لطيفه كده يمكن برضو احب ان احنا نتكلم فيها. انا طبعا كنت بدرس في دبلومه الفيفا، وكان معايا تيم يعني زملاء من افضل الناس اللي الواحد اتعرف عليهم طول حياته. وبالمناسبة الدفعة بتاعتي هي كسبت أفضل مشروع على مستوى العالم في الدبلومة في الفيفا. الدكتور أيمن محب في فترة من الفترات وقال لي على القصة دي وقتها. أيوه محب، عفوا. كان معايا وقال لي على الحكاية ديت، وجبنا شوية صور وحاجات كده لطيفة. الدفعة رقم 13 طبعا. هي كانت المجموعة اللي كسبت الكومبيتيشن العالمية في الفيفا. الحمد لله كان في ترشيح جالي من أكتر من حد، اتسالت يعني كذا حد اتسال عني، والحمد لله الناس زكتني عند نادي الفتح. ويمكن كان اكتر واحد كان ليه دور وساهم في الموضوع ده هو نصر عزام طبعا، صديق عزيز طبعا. هو اكتر واحد اتسال عني واكتر واحد ادى في حقي يعني كلام انا ما استحقوش. الاستاذ نصر عزام، من عشان الناس برضو تتذكره، هو اسم معروف في الكره المصريه بسبب طبعا القضايا الكثيره، القضايا الدوليه الكثيره. هو محامي مختص بالقضايا الدوليه الرياضيه، ومن افضل المحامين على مستوى العالم والله طبعا، فعلا بدون مبالغه طبعا. وعنده يمكن الصوره بدات تطلع. ايوه الدبلومه بتاعت الفيفا. يعني دخلت، كان الاول كان في منصب شاغر في شركه الكوره في نادي الفتح، هو منصب مدير التسويق. حلو. عملت الانترفيو على اساس ان انا اكون مدير التسويق. ممتاز. وبعد كده الناس بدات ان هي بفضل الله يعني تؤمن بامكانياتي، تؤمن ان انا اقدر اروح لابعد من كده. واشتغلت على ان انا اكون يعني مش هسيب اداره التسويق، ولكن هيبقى في مهام بجانب اداره التسويق. كان اتطرح في الوقت ده الفكره بتاعت ان يبقى في شركه كوره. وزاره الرياضه السعوديه قالت للأندية إن يعني ما معناه إن إحنا حاليا بندعم الأندية، لكن في وقت من الأوقات مش هنقدر إن إحنا ندعم الأندية. صحيح. فبالتالي جهزوا واستعدوا، خدوا خطواتكو، اعملوا شركات استثمارية، اعملوا مشاريع تابعة للنادي عشان تجنريت ريفنيو أو تدخل مداخل. صحيح. مالية وموارد مالية للنادي. الحمد لله نادي الفتح هو نادي الاسم بتاعه او النيك نيم بتاعه هو النادي النموذجي. ودايما هو الحقيقه في الاداره هو نموذجي، مش ادارتي انا يعني، هو اداره النادي هي دايما السباقه في كل حاجه. قرروا وقتها في وقت الانترفيو بتاعي او المقابلات اللي كانت عندي
قرروا ان يكون في شركه كوره، قرروا ان هم يختصوني بالشرف ده ويخلوني اكون انا الرئيس التنفيذي لشركه الكوره واول واحد. وبدات بقى الرحله من هنا، وبدا الكلام يكون مع رئيس النادي ان احنا عندنا بلان لكذا، تقدر ان انت تساعدنا في ايه؟ طيب نقدر نساعد في 1 2 3، ايه المشاريع اللي بتفكر فيها؟ بدات اعرض عليه المشاريع والافكار اللي موجوده عندي، والحمد لله ربنا وفقني وبدانا الانطلاقه من هنا. حيل. انا بقول ما تبقى من هذا الحوار، احنا خلاص عرفنا كيف وصلت وهذا الشيء المشرف او حضرتك يعني